طلابي طلبات الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي، مرحبا بكم في الاسكولا. معكم السيو قيصر، معلم أول اللغة الفرنسية. إن شاء الله استكمالا لشرح منهج اللغة الفرنسية في الصف الأول والصف الثاني، وزي ما احنا كلنا عارفين إن أنا اللغة لغة متصلة، فكل 3 سنوات مرتبطين ببعض. تعال نشوف عندنا إيه في سنة ثالثة. الدرس الأولاني عندي من أونيتيه بيتكلم عن دير كل سبور اون في، قول اي رياضه تمارس. حلو، معنى كده استنتجنا ان اونيتي عنوانها ايه؟ لو كلوب دي سبورتيف. جميل قوي، صح كده. واحنا عارفين من سنه اولى وسنه تانية ان كلمه لو كلوب معناها مجموعه او جروب، اللي عندنا دي سبورتيف الرياضيين. طب مسيو لسو بتتكلم عن، تعال نشوف اهم الكلمات اللي فيها. اهم الكلمات اللي فيها كلمه كلنا عارفينها ان سبور الرياضه، ممكن الاقي فيها كلمه زي ان جوير لاعب، ان اربيتر حكم، وفي الشرح هنزود الكلمات ونعرف معانيها. بعد كده ممكن الاقي افعال مهمه جدا هتقابلني في كتير برضه في الامتحانات، عندي فيرب زي فيرب سونترني يتدرب، فيرب براتيكي يمارس وهيبقى دايما مع الالعاب الرياضيه، وفيرب ماركي بمعنى يسجل، يسجل هدف. بالظبط كده. وهلاقي عندي كمان ايه اهم الالعاب اللي ممكن اقابلها في الدرس واماكن ممارسه الالعاب دي، بس كنت بمارسها في النادي، في صاله رياضيه. الكلام ده كله هيبان في الشرح. يلا بينا تعالوا نشوف الشرح. تعالوا نشوف مع بعض هنا اونيتي ا ليسون ا، الوحده الاولى من المنهج بتاعنا، ونشوف الدرس الاول عندنا في ثالثه ثانوي بيقول ايه. عنوان الدرس بيقول لي دير كل سبور اون في، قول اي رياضه انت تمارس. تعال نبص الكلمات الجديده اللي عندنا واللي هتساعدني باذن الله في حل قطعه الامتحان. عندي هنا ان سبور بمعنى رياضه، ا ريزولتا نتيجه، ان اربيتر حكم، ان جوير لاعب، ان انترينير مدرب، ان سبورتي مشجع، ان شامبيون بطل، ان دي بوتون ناشئ، ان نجير سباح، تمام، ان جارديان دي بو حارس المرمى، ان ماتش مباراة، ان اون دي بالور لاعب كرة اليد جاية من اون دي بال، ان فوتبولر لاعب كرة القدم، ان باتيناج تزحلق على الجليد، وان جوكي فارس. تمام، تعال نكمل مع بعض بقية الكلمات اللي عندنا. عندي هنا ان اونترينمو تدريب، ان سيكليست راكب الدراجة، ان باني السلة، ايوه بالظبط كده اللي هي السلة اللي برمي فيها الكورة، ان كيمونو بدلة الكاراتيه، ان فيلي الشبكة، ان سفل لي صفارة، ان تيران أرضية الملعب، ان فيستيير حجر تغيير الملابس، وان اكبيمون أداة رياضية، ان اكبيمون أداة رياضية. تمام، طب تعال نبص مع بعض بقية الكلمات اللي عندنا، كلمات المؤنثة طبعا. انتينو معناها زي او لبس، ان بيسين حمام السباحه، ان بول كره حديديه، ان كومبيتيسيون منافسه، ان راكت مضرب، ان سيرفيت فوطه، ان بال كره، ان بيست ممر او مدرج، ان كوب فريق، وان كورس رياضه الجري. إن كان دي جولف عصاية لعبة الجولف، إن أكتيفيتي نشاط، لا ناتاسيون السباحة، ليكيتاسيون الفروسية، دي باسكت حذاء رياضي خد بالك منها مهمة جدا، إن كورد حبل، ولا راندوني التنزل. جميل، يبقى كده معانا الكلمات المؤنثة والكلمات المذكرة اللي في الدرس. يبقى ناقص لي إيه؟ لفيرب، أهم الأفعال اللي عندنا. عندي فيرب كورير بمعنى يجري، بروبوزي يقترح، براتيكي يمارس. جميل، سونتريني فيرب مجموعة أولى ذو ضميرين بمعنى يتدرب،
فيرب مونتي يصعد عكسه فيرب ديسوندر ينزل. جوي يلعب. ناجي يعوم او يسبح. فيرب غني بمعنى يفوز. فيرب لونسي يطلق. فيرب بيردر بيخسر. وفيرب ماركي بمعنى يسجل. تمام. تعال نبص هنا عندنا حاجة جميلة جدا. مجموعة الألعاب بالأماكن اللي بتتلعب فيها. ركز كده هتساعدك جدا جدا في المواقف. يعني أنا عندي هنا بيقول لي مثلا لو فوتبول ولو رجبي المكان اللي بتلعبوا فيه أستاد. حلو جميل. عندي لون دي بال فولي بول باسكت بول لابوكس لاليت لو بينج بونج لو جودو لو كاراتيه جيمناس. تمام جيمناس حلو. او جيمناس في صالة الألعاب الرياضية. طيب بعد كده لو تنس هيتلعب فين؟ قال لي هنا سير لو كور دو تنس على أرضية ملعب التنس. لو سيكليزم لا مارش لا كورس ركوب الدرجات المشي الجري كل ده فين؟ سير لا روت على الطريق. حلو حلو التجميع دي. طب تعالى بقى نشوف واحده واحده هنا. لا راندوني التنزه هيبقى على كامبان دي معناها ايه؟ في الريف. جميل. الاسكالاد تسلق الجبال على مونتان في الجبل. لو بادي مونتون تنس الريشه هيبقى او جيمناز. جميل. لا بيتونج الكور الحديديه او بارك حلو في الحديقة أو في المتنزه. لا ناتاسيون السباحة على بيسين. ليكيتاسيون الفروسية هتبقى فين؟ على كامبان في الريف. صح كده. لو جولف سور لو تيران على التيران اللي هي أرضية الملعب. لو سكي التزحلق سور لا باتينوار. باتينوار اللي هي ساحة التزحلق. ولي آسف لا شاس الصيد على مونتان في الجبل. جميل أوي. طيب تعالى بقى نشوف إزاي أنا هقدر أعبر عن الرياضات اللي أنا بمارسها. عندي مجموعة أفعال بتستخدم مع الألعاب الرياضية. أولهم فيرب فير وكان عدى علينا قبل كده بمعنى يعمل أو يفعل. هنا مع الألعاب الرياضية بمعنى يمارس. كان فعل تروازيم جروب مجموعة تالتة. بس هاخد بالي هنا لما اجي استخدم فيرب فير هستخدم معاه دو. وطبعا شكل دو ده هيتغير اذا كانت اللعبة مذكرة او مؤنثة او مبدوء بحرف متحرك. يعني هنا هقول اهو زي ما قلنا الدو بقول اللي بتيجي قدام اسم اللعبة المفرد المذكر. الدو لا قدام اسم اللعبة المفرد المؤنث. والدو إلا بالصرف قدام اسم اللعبة المبدوءة بحرف متحرك. طب ما تيجي مع بعض كده نشوف مجموعة من الأمثلة. بيقول لي هنا جو في دو فوتبول أنا أمارس كرة القدم. أنا خدت دو هنا ليه؟ خدت دو هنا ليه؟ علشان فوتبول كرة قدم اسم مفرد مذكر. طيب علي في دو لا ناتاسيون علي يمارس السباحة. ناتاسيون انا عارف ان هي اسم مفرد مؤنث عشان كده انا خدت الدو لا. عشان كده خدت ايه؟ الدو لا. نو فيزون دو ليكيتاسيون نحن نمارس الفروسيه. عند كلمه او ايكيتاسيون بدأ بحرف متحرك فخدت الابوستروف. طب تعالى نفتكر مع بعض تصريف فيرب فير. فيرب فير ها جو في تو في إيل وال في. تمام. مع نو نو في زون فو فت تخد بالك آخرها أو إس إل وال فون. جميل. تمام. حد عايز حاجة تصرف الفيرب ده تاني ركز شوية كده معاه. جميل. تعال نبص من الافعال التانية اللي ممكن تستخدم مع الالعاب الرياضية. عندي فيرب جوي بمعنى يلعب. بس هنا فيرب جوي هياخد حرف الجر
فيرب جوي هياخد حرف الجر أ. طبعا برضو زي ما احنا عارفين هيتغير حسب نوع اللعبة اللي قدامه. لو لعبة مفرد مذكر هتاخد أو، طب لعبة مفرد مؤنث هتاخد الله. جميل. والمبادئة بحرف متحرك هتاخد الابوستروف. بيقول لي هنا هالة جو أوروجبي، هالة بتلعب كرة القدم الأمريكية. خدت الأو هنا ليه؟ علشان أوروجبي هنا إيه؟ اسم لعبة مفرد مذكر. تمام. الجو ألا بوكس، الآلة ليه؟ ها الآلة ليه؟ برافو صح، علشان بوكس اسم مفرد مؤنث. فوجوي الاسكالاند، انتم تلعبون تسلق الجبال. بدات بايه؟ ايوه بحرف فويل هنا متحرك، عشان كده بدات او خدت هنا الابوستروف. بنقول هنا ولا تنسى ان فيرب جوي من افعال المجموعه الاولى، وبيصرف من نهاية المجموعة الأولى زي ما احنا عارفين الـ A والـ S والـ A. تمام. O N S O Z و E N T. طب مسيو في أفعال تانية أنا ممكن أستخدمها مع الألعاب الرياضية؟ في عندي فيرب أمي بمعنى يحب، فيرب بريفري يفضل، فيرب براتيكي يمارس. بس خد بالك إن كل الأفعال دي بتاخد أدوات معرفة، ليزر تكل ديفيني اللو واللا والإلا أبوستروف واللي. تمام. يبقى أنا عندي إمي بريفري براتيكي بتاخد إيه؟ أدوات معرفة. المثال هنا بيقول جو بريفير لو فوت، أدي فيرب بريفري من تلات أفعال الإخوات اللي عندي أخد أداة معرفة لو. تعال نشوف بقى ازاي هقدر اعبر او اكتب موضوع عن الرياضه اللي انا بحبها. هيساعدني كتير. تعال ناخد موضوع كده كمثال. بيقول لي بارلي دون سبور كو فوزمي، تحدث او تكلم عن الرياضه التي تحبها. واحده واحده مع بعض. اولا تحدد الرياضه اللي هتقدر تكتب فيها. فبقول هنا لو باسكيت ايمون سبور بريفري، كره السله هي رياضتي المفضله. تمام. Je suis membre à l'équipe de lycée. أنا بكون عضو في فريق المدرسة. L'équipe se compose de 100 joueurs. بيتكون من 5 لاعبين. On s'entraîne 3 fois par semaine. ها. أيوة بالظبط كده. بنتدرب 3 أيام في الأسبوع. On joue pour mettre le ballon dans le basket de l'équipe adversaire. بنتدرب على ايه بقى؟ بيقول لي نحن بنلعب لكي نضع الكرة في باسكت او في سلة الفريق المنافس. نوتر انترينير اسمبا، مدربنا بيكون لطيف. افول ماتش قبل المباريات اون سنترين بكو، بنتدرب كثيرا بور افوار دي بون ريزولتا، لكي نحصل على نتائج جيدة. جميل قوي. أسيب لك لمدة دقيقة الموضوع ده تركز فيه، واللي عايز حاجة أو عايز يسأل حاجة يكتبها لي في الكومنتات تحت. تمام. تعال نشوف أهم المواقف اللي موجودة في الدرس عندي. كيس كومبودير دون لي سوتياسيو سوفونت. الموقف الأولاني بيقول لي فودموندي أفوتر مي سون سبور بريفيري. فودت، فكر كده ممكن تقول ايه قبل ما نشوف الاختيارات. فودمون دي افوتر مي سون سبور بريفري. فودت، انت بتسأل زميلك عن رياضته المفضلة، فانت هتقول، ها انت اللي هتقول، هتقول له ايه؟ كل سبور تو بريفير، لو تنس ايمون سبور بريفري، لا ناتاسيون سي ما باسيون. ها انت بتسأل زميلك عن رياضته المفضلة، فهتقول له تري بيان برافو كل سبور، اهي كل سبور تو بريفير، اي رياضة انت تفضل. صح كده. تعال نشوف الموقف الثاني. فودمون دي افوتر مي سونو سبور بريفيري. ال دي
هنا عكسنا بقى، انت بتسأل زميلك عن رياضته المفضلة، فهو اللي هيقول، هيقول ايه؟ ما تيجي نشوف كل سبورت بريفير، ولا لوتنس ايمون سبورت بريفيري، ولا لاناتاسيون سيما باسيون. نختار ايه؟ صح كده، المرة دي هو اللي هيجاوب، فهناخد هنا لو تنس اي مون سبور بريفيري. Vous conseillez votre ami pour être en forme. بتنصح زميلك، خد بالك من التعبير être en forme، تكون بصحة جيدة. ها هتقول له ايه؟ فودت، هتقول ايه هنا؟ نو في با دو سبور، حلو، في دو سبور، جميل، اللي او لسي، مبدئيا كده هتختار ايه؟ برافو، جميل. دي نفي ما تنفعش، ودي مدرسة ما تنفعش، يبقى في دو سبور، مارس ايه؟ الرياضة. تونا ميتو ديموند افيك كوا تو جو اوتونيس تو دي، سهلة ما فيهاش أي حاجة. من قبل ما نشوف الاختيارات، صديقك بيسألك بأي شيء أنت بتلعب كرة التنس، ها؟ بتلعب لعبة التنس بإيه؟ افيك ان فولون، افيك اون بال، افيك ان بالون. جميل، هتختار ايه؟ برافو، صح كده. الناس اللي حافظه كلمات هتختار ان بال. تون فرير تو دي موند، اخوك بيسالك، او في اون دو ليكيتاسيون تو دي، اين نمارس لعبه ايه؟ الفروسيه. تعال نشوف الاماكن اللي عندنا، او كليب، او جيمناز، على كامبان. جميل، في النادي، في صالة الألعاب الرياضية، في الريف، على كامبان في الريف، صح. طلابي طالبات الأعزاء، بكده نكون انتهينا من شرح الدرس الأولاني من أونيتي أ، من الوحدة الأولى، تمام. اتعلمنا فيها إيه؟ أيوه بالظبط، اتعلمت أسماء الألعاب الرياضية كاملة، حلو، الكلمات المستخدمة مع عامل الألعاب الرياضية، حلو، الافعال اللي انا ممكن استخدمها وانا بتكلم عن الالعاب الرياضيه، اللعبه الرياضيه والادوات المستخدمه فيها واماكن ممارستها. يبقى احنا كده اتعرفنا على الالعاب الرياضيه وعن كل ما يخص الرياضه بشكل كامل. اتمنى تكون المعلومه وصلت بشكل بسيط وسهل. لو في اي تعليق او اي كومنت اكتبه تحت الفيديو، واحنا في انتظاركم. خلاص، اوروفوار.